شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جموع المصلين في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في مصلى العيد بقصر الأصخير. كما شارك في أداء الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والأنجال الكرام وكبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المسؤولين وأصحاب السعادة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى مملكة البحرين وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني. الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله ولي الصالحين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، يومكم هذا يوم جليل، وعيدكم هذا عيد فضيل، ينبغي أن تتصالح فيه القلوب قبل أن تتصافح فيه الأكف، وأن تتعانق فيه الأرواح قبل أن تتعانق فيه الأجساد. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق لي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال وكريم الخصال. اللهم بارك له في عمره وصحته وعافيته، وانصر به دينك وشريعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك المرابطين على الثغور، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وتقبل من مات منهم شهيدا عندك يا رب العالمين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وأعنهم على أداء مناسكهم، واغفر ذنبهم وآتهم سؤلهم، واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. وعقب انتهاء الصلاة تبادل جلالة الملك المفدى مع الحضور التهاني والتبركات بعيد الأضحى المبارك، شاكرا لهم تهانيهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، سائلا جلالته الباري جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البحرين وشعبها الوفي باليمن والخير والبركات. ورفع جموع المصلين أجمل التهاني وأطيب التمنيات إلى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة العطرة، طارعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على جلالته أعواما عديدة بوافر الصحة والسعادة،
وأن يوفق جلالته ويسدد خطاه ليواصل حفظه الله قيادة مسيرتنا المباركة من أجل رقي وازدهار مملكة البحرين ومصلحة الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بقيادة حضرة صاحب الجلالة ونهجه رعاه الله لتعزيز مكانة المملكة ودورها الفاعل في محيطها الإقليمي والعربي والدولي، مشيدين بما حققته البحرين في عهد جلالته الزاهر من إنجازات ومكتسبات عديدة وما تشهده من تطور مستمر في شتى الميادين لكل ما فيه خير ورخاء شعبها العزيز.